اخر حاجه نتكلم عنها هي اختيارات الدريم تيم للجوله اللي جايه. فاختيارات الاسبوع ده في حراسه المرمى خصيصا خط الدفاع، الاول هو ماتي كاش من استون فيلا، الاختيار الثاني هو انطونيو روديجير من تشيلسي، مع كده ترينت الكسندر ارنولد عند ويست هام في ملعبه، والاختيار الرابع هيكون واحد من اثنين، انا هحط ريس جيمس كريسك، واللي معاه لو انت مش عايزه يبقى رومان سايس. في خط الوسط البدايه طبعا بمحمد صلاح، الخيار الثاني هو حد مستواه اخر 3 ماتشات مش في اقوى حاجه ولكنه منتظر مع الدبل اللي عنده، مع ان الفرقه تبدا تستفيق شويه ان هو يقدم حاجه، وهو فليب كوتينيو من استون فيلا. الخيار الثالث هو حد برضه عنده سنجل جيمينج زي صلاح مش دبل، وهو سون هيونغ مين في الحتتين دول. الاختيار الرابع هو رافينيا، والاختيار الخامس والاخير هو رايان فريزر، ريسك بتاع الجوله، ولان كالعاده المهاجمين هم اقل شيء في اللعبه الموسم ده، فهنلعب بمهاجم واحد بس وهو شي ادمز من ساوثهامبتون.